السودانيين في قلب الشعب السوداني، غالبية الشعب السوداني 99% من الشعب السوداني يحترم الجيش وكنا له كل تقدير، ما عدا فيها قليلة هي قاصد السودان، ما قاصد الجيش، قاصد السودان، قاصد أن تفتت السودان. عشان كده يا إخوة نحن كلنا دارين نوحد جبهتنا الداخلية حقتنا نحن، إذا كانت حقت المدنيين وحقتنا نحن العسكرية، نحن بنحييهم بنحيي شجاعتهم وثباتهم. وقبل كده هنا تكلمنا برضو قلنا والله الناس قاعد يتكلموا عن شجاعة الجندي السوداني في كل مكان، أي حتة زول هذا يمشي فيها الناس بيعينوا له باحترام وبتقدير وبإعجاب، لأنه شجاع ما بخاف، ما بخاف، مؤمن بقضيته، مؤمن بأنه والله هو طالما مشى عشان يقاتل، طالما مشى عشان يؤدي رسالة هو بيموت من أجل هذه الرسالة، ورسالتنا نحن هنا اللي نحن بنموت من أجلها هو السودان. وصل نائب رئيس مجلس السيادة